أساطير رمضان مبارك سعيد يا أصدقاء، وأخيرا جاء رمضان واشتقنا للأجواء الرمضانية إن شاء الله يا أصدقاء. وأيضا فري فاير جابت لنا أحداث أسطورية عندها علاقة بأحداث رمضان إن شاء الله. بس قبل هيك وقبل كل شيء يا أصدقاء، بدي أشارك معاكم شيء واللي هو يعتبر أهم شيء بلعبة فري فاير. أنت كلاعب لهذه اللعبة أو أي لعبة أخرى، ركز معي على هذا الموضوع بشكل مهم جدا. أعطوني يا شباب دقيقتين من وقتكم وخلونا نكمل. حسب خبرتي أنا شخصيا كيوتيوبر، ما كنت أتوقع أبدا أنه في يوم من الأيام رح أعتزل أو أبطل ألعب لعبة فري فاير. معي جواهر، معي أكواد، معي أقوى حساب باللعبة، فليش أنا صار معي هيك وليش اعتزلت؟ ومرت الأيام ورجعت ألعب لعبة فري فاير، وبعدين مرة ثانية وقعت بنفس المشكل، وبعدين أنا حاليا راجع وعارف السبب إيش. تمام؟ السبب يا شباب هو الأصدقاء. كانوا عندي أصدقاء باللعبة وبدأوا يروحوا واحد تلو الآخر، والخطأ اللي كنت أنا أسويه هو أني ما كنت أكتسب أصدقاء جدد، وهون بالضبط أنا قتلت متعة اللعبة على نفسي. مش ملاحظين انه احيانا تدخل مع اصدقائك للعبة وتعملوا تحديات هيك ومقالب ساعات تمر كأنها ثواني، صح؟ يعني تلعب لك 4-5-6 ساعات بدون شعور. اذا بدك حقا تستمتع باللعبة فركز على الاشياء الاساسية وبعدين ركز على الاشياء الثانوية. فمثلا من الاشياء الاساسية الاصدقاء، لازم يكونوا عندك اصدقاء باللعبة. خليني اخبرك قصتي انا مثلا بموضوع اصدقاء باللعبة. تخيل اني تعرفت على ناس من بلدان ثانية، مثلا صديقي قارن من ايطاليا، ولما تعرفت عليه حاجز طائرة وإجا من إيطاليا حتى المغرب لهون لهذا السيتاب عشان يلتقيني وعشان يعني نقضي أوقات ممتعة مع بعض. رح أشارك معكم يعني بعض اللقطات أيضا. وأيضا صديقي الآخر طنجاوي أول ما حصل على تأشيرة طيران إجا عندي. تمام؟ يعني تخيل من بلدان أخرى. أنا أتكلم بس عن الأصدقاء اللي من اللعبة، يعني مش اليوتيوبرز، أصدقاء اليوتيوبرز والأشياء الأخرى. ففي يوتيوبرز ما رح أقدر أوصف علاقتي بهم، يعني أنا موجودة حاليا مستحيل. مثلا فري فاير جمعتني بالرن، سافرنا مع بعض وتسلينا وجا عندي حتى البيت بسوما سيبلو سانجي والعديد من الأصدقاء، يعني مش طبيعية. حسون أتوقع أنكم فهمتوا الموضوع، يعني كل هذا العلاقات بس من فري فاير. فحتى لو بيناتنا مسافات كبيرة جمعتنا فري فاير. إذا أول شيء بدنا إياه يا أصدقاء هو الأصدقاء، صح؟ سو إيش رح نسوي؟ رح أرجع أصدقائي القدامى اللي كانوا عم يلعبوا معي وذكرياتي حلوة معاهم، وأيضا رح أدور لي على أصدقاء جدد اللي أقضي معاهم أوقات حلوة وممتعة، وهيك رح أكون استرجعت حماسي للعبة. دايم يعني ليش أنا ما فكرت هيك من البداية؟ صار لي أشهر وإيش أشهر؟ سنوات وأنا معتزل اللعبة، تقريبا سنتين وشوي. أوه ماي جاد برو، ليش ما نزلت على الفكرة هذه على رأسي؟ فأول شخص يا أصدقاء من أصدقائي القدامى اللي بدي استرجع إياه هو طنجاوي. والله ذكرياتي مع الشخص هذاك مش طبيعية أبدا. السلام عليكم. وش يا برادر؟ والله الحمد لله. لازم نقول لك شو بروج ولا نمتينا؟ شنو 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 الحاجة اللي جمعتنا مع بعضنا وكنا عشرة؟ الحاجة اللي جمعتنا فري فاير. فري فاير وش يشبه لك نرجعوا اللعب؟ الله تزايوها حق الله. ها دابا انستالي ودخل صافي يا برادر. يلا انا جبرتني في الجيم، انستالي الجيم واجي ادخل معايا السكواد. المهم اني تكلمت مع اصدقائي اللي كنت العب معاهم وكلهم قبلوا انهم يرجعوا للعب. ترى راح نصير نلعب فري فاير زي الايام الخوالي يا مدير. اذا هيك يا اصدقاء نكون رجعنا اصدقائنا القدامى واللي هم ايضا راح يرجعوا اصدقائهم. اوكي نايس، ركزوا لي ايضا على هذه. وحاليا بدنا نكتسب اصدقاء جدد داخل اللعبه. فراح تسالني كيف ممكن اننا نحصل على اصدقاء جدد داخل اللعبة؟ تمام؟ فالموضوع يا أصدقاء فيه العديد من الطرق اللي تقدر أنك تحصل بيهم على صداقات، وحاليا صاروا أسهل وأكثر. فمثلا أنا صديقي قارا اللي من إيطاليا، كيف أنا التقيت إياه؟ تخيل أنه التقينا مع بعض من تعليقات أحد الفيديوهات باليوتيوب. كنت لساتي أنا مش يوتيوبر، لساتي أنا قاعد أشاهد اليوتيوبرز الآخرين من أحد التعليقات، هيك تواصلنا أنا وهو مع بعض. طنجاوي أيضا كيف تعرفت عليه؟ هذو اللي هم أصدقائي كثير يا أصدقاء. طنجاوي كيف تعرفت عليه؟ تعرفنا على بعض أنا وهو بس في شخص جابه للسكواد، صرنا نتحدث هيك، دخلنا جيم جيمين ثلاثة واتساب هيك مع بعض، خلاص مع بعض في الواقع أيضا. فتخيل يا غالي هيك اللعبة جمعتنا. فأنا بعض أصدقائي أيضا على ما أتذكر أنه في مش 2 أو 3 أكثر حتى تعرفت عليهم بس عن طريق الإنستغرام، يعني بوستات عنده علاقة بفري فاير، ندخل هيك تعليقات، شفت هاد أرسلت له كلمنا بعض، هيك صرنا نلعب مع بعض وصاروا صداقات. تمام؟ وحاليا بالضبط يا شباب صار اكتساب الصداقات بفري فاير سهل جدا للغاية. يعني تخيل مع كل الطرق اللي كنا احنا نكتسب فيها صداقات سابقا، حاليا صار موجود عندنا هذه العالميه التجنيد، اقدر ادخل من هنا التقي باشخاص اخرين. شيك ها. السلام عليكم.
السلام. وهاب صح اسمك وهاب؟ نعم. من وين انت يا غالي؟ عرفنا بنفسك شوي. انا الجزائر. جزائر والله احلى الناس، انا مغربي. والله 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 خاوة الخاوة ديالي. قاعد ادور عن اصدقاء، ممكن تكون واحد من اصدقائي اللي نلعب مع بعض هيك يوميا ان شاء الله. مش مشكلة. يلا راح ابعث لك طلب. بالضبط، انا زمان ماني منزل لانه ما كان عندي صداقات، ما كانوا عندي اصدقاء باللعبة، ما كنت عم ادخل، ما كنت عم اصور محتوى. حاليا يعني ان شاء الله راح يكونوا عندي اصدقاء، وانتوا راح تكونوا معي بالعديد من الفيديوهات ان شاء الله. احنا مش اصدقاء، احنا اخوان. والله على راسي يا شباب. استسمح راح اروح الدور هيك اشوف لساته في ناس زيكم هيك طيبة، وبسرعة نكتسب صداقات ان شاء الله. كفو عليك. شفتوا يا شباب كيف حصلنا على اصدقاء وطلعوا اصدقاء؟ يعني هيك اصدقاء ايه؟ يعني لو كان هيك الطرق السداقة سابقا، انا اول مرة بشوف التجنيد هادي. السلام عليكم. هلا والله اخي مسطول، كيف حالك يا غالي؟ والله الحمد لله، انا قاعد ادور لي على اصدقاء، ممكن تكون هيك صديق؟ يا اخي انا والله اتشرف فيك يا صديق، وراح ابعث لك طلب. والله انا برضه ابعث لك طلب يا غالي. خلاص هيك يعني صرنا اصدقاء، كل ما ابغى ادخل العب بلاقيك ان شاء الله موجود ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا غالي. سفاح انت برضه هيك لعيب ان شاء الله. يلا بعثت لك يا غالي طلب. تعرف اليوتيوبر شديدي جيمر؟ لا ايه بعرف شديدي يعني. وهذاك هو انا حاليا واقف جنبك. لا تقولها، بسوي لك المقدمه عشان تصدق. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا شباب، اليوم رجعت لكم بمقطع جديد وبمقطع اسطوري. والله انت يا جد هيك خلاص صدقنا هذه يا شباب، قال لك ليش انت شديدي وهيك. وثاني محاوله جبنا سكواد كامل، خلينا نشوف لنا اصدقاء اخرين ولا حاليا صدقتوني انه سهل كثير. ها عبد الريان هذا اللي كان باعد سابقا، لحظة دخلني الروم. لا اسف ام سوري. وبالمناسبة يا اصدقاء، بما انه حاليا صار رمضان وقاعد انسى انه في ناس عندهم رمضان حاليا، انا ان شاء الله عندنا رمضان بكرة. فبالمناسبة بشهر رمضان الفضيل خلونا نشوف يا اصدقاء الاحداث اللي منزلة لعبة فري فاير اللي راح تكون بشهر رمضان ان شاء الله. فموجود هذا حدث اسمه رمضان 2024 دايم، لساتي اول مرة قاعد اشيك عليه. اوكي مش عارف اي شيء. لنذهب. التوكنات غير كافية، فهذا هو التوكن تبعه. من وين نجيب التوكن؟ فالتوكنات يا اصدقاء غير كافية، نحصل عليها من المهام اليومية ومن الباتل رويال المصنف ومن الكلاس سكواد المصنف ايضا. فكل هذا راح تحتاج اصدقاء عشان يعني تجمع منهم توكنات ان شاء الله. تفكرت هذه انت يا غالي لوحدك كم ممكن انك تلعب من جيم مثلا سولو؟ راح تلعب لك 3 جيمات 4 راح يجيك ملل، راح تطلع من اللعبة صح؟ بس اذا كنت بسكواد 3 اشخاص وانت الرابع ومثلا لاعبين على جراند ماستر ومستمتعين او قاعدين يعني تسووا مقالب واشياء، ممكن انك تلعب 3 4 ساعات وهيك بكل راحة. فهذا اللي قلت لكم سابقا، لهيك بدكم سكوادات ان شاء الله. خلونا ايضا نشوف الاحداث الاخرى، فين مكان الاحداث؟ هذو الاحداث. مرحبا يا رمضان. انا مش شايف شيء. احداث رمضان فيها جواهر، يعني على كل شحن حاليا. يا هلا والله، انا راح احصل على الجواهر، راح اشحن وبحصل على الجواهر ان شاء الله. وايضا بمناسبه هذا الحدث ان شاء الله راح اسوي مسابقات لشحن الجواهر للمتابعين على الانستغرام، فالرابط راح تلاقوني موجود في صندوق الوصف. راح انزل لكم ايضا ستوريات عشان نسوي لكم المسابقات ان شاء الله على الجواهر هذه. طيب الشباب انا والله مش شايف خصم، في تخفيضات، ابقى على اطلاع على فري فاير في رمضان، يعني الموضوع راح يكون فيه اشياء اسطوريه صح؟ شباب يعني بكل صراحه بدي اياك تنزل للتعليقات حاليا وتكتب انه هل كلامي انا فيه صح؟ متفق معي في كل شيء ولا بس قاعد اتكلم؟ ممكن يكون عندك وجهه نظر، انزل للتعليقات وخبرنا يا اسطوره. وبدون ما اطول عليكم لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، لا تنسوا انه هذه قناه شديدي الثانيه، يعني اللي كنت قاعد انزل عليها محتوى سابقا مش هي نفس القناه، فاشترك بالقناه هذه يا اسطوره. بدون ما اطول عليكم نلتقي بمقطع قادم ان شاء الله، وراح يكون قريب جدا وراح نصير نستمتع مع بعض والعديد من الاشياء. اوعدكم في مفاجآت اسطورية ومتحمس، وادعوا معي يا اصدقاء انه يضل فيها هذا الحماس ان شاء الله، راح نخرب ام الدنيا. واللي مين ما يعرفني ملك القراصنة، في المستقبل القريب فيا قوة كاملة، انا سليم من عائلة الدين، يعني انا اسطورة، روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة.